إذن أعزائي المشاهدين، تغطية المتواصلة عبر تي في بازيرا لنقل الأحداث ورصد احتفالية الشاب محمد عبد الله في ليلة زفافه هنا في قاعة شهرزاد في سادس أيام العيد السعيد. في هذه اللحظات يقف بجانبي الدكتور عمرو خليفة. بداية نرحب بك، نمس عليك دكتور عبر تي في بازيرا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور، كيف شايف الليلة وكيف شايف حضورك لليلة المثالية، ليلة زفاف الشاب محمد عبد الله؟ إن شاء الله تبارك الله، دايما زي كافة الأفراح في المملكة جميلة، البهجة والفرحة والأهل والأصحاب والأقارب، حاجة تشرح القلب، والله حاجة جميلة. أي عريس في ليلة زفافة أكيد يحتاج إلى نصائح، يحتاج لكلمات لكي تسهل له الأمور ولكي تسهل له الحياة الأسرية. مستغلا هذه الوقفة، بما تنصح الشاب محمد عبد الله؟ والله أدعي له الأول بالخير والسعادة، وأنه يجمع بينه وبين زوجته على خير ووفاق، وأقول له الحياة عايزة صبر، الحياة تبغي صبرا يصبر عليها وتصبر عليه، وإن شاء الله يحسن الظن، وربنا سبحانه وتعالى يجعل له منها زوجة صالحة وذرية صالحة، ويجعل لها إن شاء الله زوج صالح إن شاء الله بإذن الله. دكتور عمرو، سعداء كثيرا متواجدك معنا، كلمة أخيرة تنهي بها اللقاء. أقول ربنا يديم العز والأمن للمملكة والقائمين عليها، لولا الأمن والأمان ما كان الناس دي في خير وراحة وراحة بال. الحمد لله. شكرا لك. شكرا جزيلا.